الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأتحدث في دقائق معدودة عن صحيح البخاري، وهو أصح كتاب في الحديث الشريف، وقد تلقته الأمة بالقبول. عدد أحاديث البخاري المسندة 7563 حديثا، وهي الأحاديث التي أثبت لها البخاري سندا، كأن يقول حدثنا فلان عن فلان حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا العدد يشمل الأحاديث المكررة. أما عدد الأحاديث في صحيح البخاري بدون تكرار فهو 3997 حديثا، أي ما يقارب 4000 حديث. أما الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري فعدده 1341 حديثا، وهي الأحاديث التي أثبتها البخاري في صحيحه بلا سند، وقد ذكرها في بدايات الأبواب استئناسا بها. وحتى نميز بينها وبين الأحاديث المسندة، نذكر هنا أن الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري لا تعطى رقما. البعض يطرح السؤال التالي: هل يوجد أحاديث ضعيفة في صحيح البخاري؟ وحتى أجيب على هذا السؤال أقول الآتي: لو جاء أحد المشتغلين في علوم الحديث كالشيخ ناصر الدين الألباني، أو الشيخ أحمد محمد شاكر، أو الشيخ أبو إسحاق الحويني، أو الشيخ شعيب الأرناؤوط، ومن خلال دراسته للحديث وأشار إلى ضعف في أحد الأحاديث الموجودة في البخاري لعلة معينة في سنده أو متنه، فلا ضير في ذلك، لأن الله عز وجل لم يجعل العصمة إلا لكتابه الكريم. أما جهد البخاري وغيره في جمع الأحاديث الشريفة فهو جهد بشري قد يعتريه الخطأ. لكن الملاحظ أن الذين لا يعجبهم هذا الحديث أو ذاك من أحاديث البخاري هم ليسوا من المشتغلين في علوم الحديث، وليسوا من أصحاب الاختصاص في الحديث، ولكنهم أوتوا المقدرة على الخطابة والكلام المنمق، فأصبح لديهم جمهور عريض ممن يستمعون إليهم ويتلقفون أفكارهم رغم عدم صحتها. ويبقى صحيح البخاري كتابا شامخا تلقته الأمة بالقبول على مر الأجيال، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.